بینارن هجا افده می خوش خود روجی و نویژن ما طبعا قبول بکرد خلق ایرو ده بابا ته کنی امده بحث کن او شی حل بطغاده هر انسان که سر روی زمینه کو چتا بحشته او بحشته خود وعد بدای انسان باش انسان مؤمن جاری بسیار الفیره یا کو ام آزرین ایرو که چون بحشت بسانه هي ينجب زحمته اف مجار وكو همي رجا دلقى ما مستهجا ومستهي بركتي هجا ما مستمل لانور كان يا باسكي تبع سكرن تقلب بخيراتي سي دائما خدش ترازويد ممنون التوبين را ما خدش مو رازويد سرت شابه راحتي جاري ما هو كورتي ام ديتشن بسانه هيتش ناف صحبتي ده بعد كلامك شونا بحشت زحمتها بسنة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. أنا قال جلت بشيك يا خودا قال لي بنرى بأخ ند بيجين رحمة للعالمين من محمد هنارتي رحم من هجي القال رحم وكي رحم بيت إذا دي أوتوماتيكيا شونا بحشت قالك وسهل بيت. قالك وسهل. سنة هي. أبيك. بل. أبا شكو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما تنهى نارتي وما نفي إلا رحمة بعالم خري فعلا وكي رحمة بيت بيجداهي بيجداهي شكو منهجي وي رحمة منهجي قراني منهجي كي رحمة برجوان ديو مروغات دا وقت ممارسات كان الدنيا عام وقت تقهنا بحاش تيجي أو بحاش رحمة أفيك ماني بحاش رحمة دي بلا ثانيا جاري هبونا بحشتي وبح جهنمي بحشت مولا دائمية جهنم للعقوبة سجن دائم نمولا طبيعية سجن دائم نمولا طبيعية هر دولتك هر باجيرك سجن تيدا هنا علي سجني بوچه چه كان سيدا بعقوباته مخالفاته يجا نوعية عقوبة ومخالفاته وقت في سجن كان حاكم دي قرار بدا كان صالا حكم كان ولله المثل الأعلى بلي كازوي خلتني جهيد شنكو اختي از بيجي مالا بحشتي يا طبيعيه شنكو مالا من تو جاي بيجي مالا انا تركي ولا المال درام شما مال بوتا بوتا بو انساني بحشت مالا طبعا لان في قاعده دي تشتكي بيجي من يا غريب بس قبل تركي ولا عزيز سجن زرقاء هاي معناه انها طبيعيه اذا بحشت مادام مالا طبيعيه ومنهجي رب العالمين رحمه وبمروا أخرى يلدي في منهجي بشيتين هندك دي بعقوبة شنا بحشتي هندك دي عقوبة أخو خون وباش شنا بحشتي وقالك قالك يا سهلة بحشت بوشي چونكو إنسان يسوي هاتي يتشكلن خرابي نكا باشي بكدي شا بحشتي كيش خرابي خرابي اتمازن يد بچيك أم حميد كين يد بچيك بدس نوي شيشني دعاية اب اب هستري كيش ريكي بركيش ريكي لا داي بيغمبر قنجيكي قنجيكي كلمة الكلمة الطيبة صدقة ابتسامة في وجه صديق بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن بيغمبر بيجيت في جسمي وصا خابوشي رحمة في جسمي وصا كان قهتي دانا كان سبيدايكي تراد بيها هن صدقة يلسر صدقة معنى هاري كي تورقة كي هاري كي هاري تورقة كي بدأ بس قلتي دركة عسنة صلاة الضحى بكي أو صدقة لسر خرارة بنا معنى هاري كي سيدا معنى هاري دام بتا بحشتي چونكو أسو صاية چي كريم للتمتع بخوشيا وبجياني هر نساح كاني همي ما أوامرت رب العالمين تو تطبيق خوشيا كا آن يا دروني آن يا جياني آن يا طامي آن يا القل معنى هاري خود تعالى ام بو بحشتي چيكرين جهنم يا چيكرين بو عقوبه دعم باش بين بو يكدو اهل ويرا سيدا برس بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما اطاع الفير شو بخوا ذكر اطاع بالي خد اف ايات قران بيجيتي ايها الذين امنوا اطاع خد يمكن جهدار ياخذ يمكن منى ومن يطع الله ورسوله يدخله شي جهدار ياخذ بيغمبري يبكتن دشتا بحشتي بحاجي او بستانكو ريبارد بن رادار باز بن ويي مخالفة و اوامر بكتن دي عذابك اب ايش داتي ما جي قول عذابك اب ايش قرآن جي داري مي معرفية يعني شو يعني قرآن ايش ركنت ايمانا ما هر تشتي كي قرآن قوتي ام بيجيرين بل بكيش فهم قرآن امام علي نقوتي قرآن قالك حمالته أوجه حمالته الأوجه باشا هل قرأ قالك تفسيره هل قرأ قالك يوديه بل هر قرآن يقولي من بوهنقوه هنارتي هزرا خطي دابكن
وتأكيد كير دابو ما نقطة ارتكاز داني إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم نقطة ارتكاز بلا هنجدي هزر أخو تداب كان بس مصلحته خو جيان أخو ملتي خو مروفة بارزة هر مذهبه كتو بقري أفا تدا تحقيق بون أو شريعة خده أو جوابط وقوانين أفا وقت أكاديمي دين بحث كان درسته بس أفا مناهجن بس تحقيقه شنكو بوشي بيش هاتنا شريعة إسلامي سيدة القرآن بو تحقيق مصالح بشرية بلى وكي أفا قاعدة كيصولي ودرء مفاسدة كجيانا بشري يعني بول در بلى كرنا درى خرابية جيانا بشري شريعة بو فيها هاتي إذن معناه تبجيه كي كهداريا ويبكد اشتبه حشتي يعني نكد عذابا أليما نوختي أن بيجين قهداري نهاتا كيرن ومن يتولى بارابتر أو أمو أو أمرت خدي سم فارس كيرين كيش كن سر متين عذاب دان شكو قالك مخالفة عمد كين هند مخالفات تن قريداين بحقوق خلقي با لو يري عقوبا هاي نهي تعفو كيرن خد تتوبا جي كي دي رجاء قيامتي ويني تن باش دي ويقانعك دي حقوقي تويداتي بس يدخل بشتتا تشولة بينينا سيدا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني بس يعني إيك في بيجو التواو ديجتا آي دست خوش هاو قاية ما تقولتي مثلا آيات قرآن سيدة القمان كان أم چوا هريك وكي خو هزر كات بل نفوزوي أم بيجين النقطة ترتكاز بمدانا مصلحة الكيرية عينا قلتنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن چي بمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة دخل الجنة شو؟ يش دل بيجيت لا إله إلا الله دخل الجنة أكا أزبيم تفسير كم سيدة لقمان پیغمبر خريت هاتم عقيدك يقول يا مروفا ما لكم من إله غيره هنگو چق على خيره هنگ ديف هندك معبودي ديت كفن بس الله معبود تو عباداتي ببكي مهمة پیغمبره قالي بنرا يهاتي كو خداي أبو خالكي بدأت أن ياسين وبشتي ياسيت أبو ركني إيمانا ويا منهجي خدي بو بنيري الدنيا يدا ما إيمانا فيهي أبو ركنت إيمانا ميا بس أو منهج تطبيق كرن كي مكاسيش لاي بشري دي تي دهبن أري آنا دهبن لو أم بيجين أصل إيماني أخفنا پیغمبري لدف كي بيد دشتب حشتي وهكاوي مخالفة كرمن أف مخالفات راستا خالكي دابن يتراستا خود دا جاري أم ما نقولنها يعني تشتكي قالك ما زنا أست قلناها يعني در حقي رب العالمين دوك بس رب العالمين إيش هندي ماستر غفور رحيم قال جاري ما تقول تمام مستاك مي آيني ما تقول تي أري هنج هزريت كان بوشي ماني وأن الميزان حق ما قالك تلقيني دا أفسو عبدا نايدا كده بوشي رب العالمين ما فيت خو بيجت أذب كيف خوما أذب مدفد غافرينم مدفد بس ما فيت خلكي أسنا غافرينم تأكيد منهجي خودا أبا قالك كليا ما مقوتي سيدا سر روي شكو سر روي أبا خدي منات حق والقرت ناخون نينا بس منها وجايا نبيت حق إنسانا برزبت أبد نبيت حق إنسانا برزبت لو منهجي خوي وصف كري برحمة بو إنسانا ولو منهجي خوي وصف كري بهداية بو إنسانا وكي أم بيجين بهداية وري نشان در بشر دي كفتت قودان جياني نخوش دا مراحل وقو قالك نخوش بس رب العالمين قرآن و أنبياء تنارتين دا سر كشيا كارواني في بشري بكتن في قيناغا أوهاتي كو دنيا بري يبدأتا بحشت تشتكي زوري علمية لازمة هدايتش لرب العالمين وهبي چنكو بشر بارا و بترش بعقلي خو ناقاتا هندك جابدان و برسفدان عنده برسان سيدة بريس دام دي هالسر في ويشاند ساكنين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جاري بالكو خدان آينين ديشك وبيجن يعني قالك آينين توحيدية هين باشا ما أفر مدش حماد قرت بس باري خدا برا يا أخو ها بقى بيقول شيء قال جاد بيجي منهج قراني يعني قرآن منهج جيانية باب شيب مبادئ نب تفاصيله قالك بيجن بمني منهج داناي خدي شو منهج وآلية تفاصيل نداناي بمبادئ الداناين ويقول يا من عقل دا هنجو هنج ده هن سوا مبادئ بوارد جدا جدا دا جيانية هنج ده آليات وضوابط وقواعد ومناهج دان بيخمد شيء دا معانية قويش في قرآن جوي قلت نت پیغمبري در بخن جيانا خو بي راستاري كنو ونهضي بخنه وبيجوه چون ملتا بي بكن سر آخفتنا بقول مثلا رب العالمين ما قلت پیغمبر خر هات هنارتن بداية آدم عليه السلام عند بحث قرآن كين كان قرآن چا بحث كليا بحث آدمي كير أول پیغمبر بو وقوتي جي تو دي چهت عردي دا وبوي هندتش قوتن جي
يعني كان فلسفيا كان نفده عند تشجودن تودي كيف يجيانة كده أصلاً جد في جيانة توصانة دي تا صراع كبير جل قوة الشر وقولي هكذا تقول ديف منهجي ما بتشي تنا الدنيا إذا نخشيت بنين الآخرة أفجرب للفيرة بيتا بس أم دهين بيجين همي پیغمبر بإك دين هاتين متفق عليه همي پیغمبر بإك ديانات كو قرآن ما أفيد قرآن بخوت آخوين جاري جاري برايت ميت يزدي برايت ميت فلا برايت ميت كيش ديانات البيش مابيد جاري أم يي بخوت آخوين بلي ما قوت نخو بهنگو جياهي ما هنگو بهنگو بوجي بما هاي جاري أم برايت تكين مشولش ونزعاتين أم دهين بحسي خوكين واختير پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهاتين أخير پیغمبر كو پیغمبر من صلى الله عليه وسلم وأخير كتاب السماوي أما معتقد ما يهاتي يدلي في قرآن بچيتن مبويرو بارا أو لا يضل ولا يشقى بل فهما في قرآن چوا چونكو كومكا أحكامانا كومكا مبادانا كومكا قواعدانا أب چه آليات چه منهج أم ديشين معانياش في قرآن في قرآن داري خيمش وقها أبا قرآن هند صحبة تتكلم سيدا ركنت ميت إيمان الشاشة بل أفشش أن تؤمن بالله واليوم الآخر درك نتقلق قلقة مظن يتعظيم قوتن تعقيدة بشري خريدة هكا إمام خده هبو أبي خده الدنيا داني ويهافت الدنيا دي دروجه كي محاسبة ويكتكو آخرته قرآن قلق آيات قرآن أفا قوت يي إمام وهردك هبيتن هردك هبيتن دي مدحت وايد كنين وقوة أزوي بيجم جاركان إيمان توزاني كاني كان سوح بسا قوتنا المتنك بس من بحثي آليات ومناهج وضوابطة كير كان تنسيق منهج قرآن يعني تنسيق منهج تنسيقي تو دي چاوا قوتنا قرآن بيا برق دوي بواردة بواري عقيدة دا بس أزلي هنده پرسا كم شوا كسا وش مخرا أفيد ما بأم بسرمان رب العالمين سورة البقرة دا آيات 62 بيجيتن قالي بينارا بيجت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كان ديانات قوتن؟ چار أم بسرمان هادو جي نصارى مسيحي صابئة أول دي ديانات إبراهيمي چين وقابيج البغدادتين أفا چار سيدا چه قوت دركنت إيمان مشترك القلمة قوتن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يي إمام خده هبتنو بروجة قيامته دركنت ميت أساسي قوتن هكال ده وهر چار طائفة بن قوت وعمل صالحا چونكو عقيدة عمل صالح يابي وغيره دا سيدا برا خده منهج قرآني چند عظيمة وقت تا إيمان خده هبت ود ورجا وي إيمانه شربت تشاكيل صرف عالته تو كاري باج في عقيده بك نبي في تفريقي بخيات ناف مروبادا وعمل صالحا ايك امام خدي والبروجا قيامتك ومن روجا كهيدي استدا هم محاسبه كرن بل. وعمل صالحا وعمل صالح شيء عمل صالح شيء ده كيشكا هر ثقافه ما يديني ده روجي نيفيجن روجي نيفيش عمل صالحه بس تاكيه ورجاي بوته وحتى عبادات رب العالمين سما فارس كده يكون عمل بين الشعائر خري جريدة بعمل صالح وهكذا تنفيش كربي بس توي أخفتن كريد بي بس توي قد كريار كريد بي أف نفيجة بريتي هذا شو بدأ تباش دي شو قلتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترس بوانينا أو عاجز جنابا الفيرا تفاصيل قلقتين بلا سيدة لقمانا قاتوا فيلي بالمناسبة هند جارة أست تشديد جهينم مدتن دار رسالة جهينم قراءات بوضاء آيات عمزانين يتهين بس جاري جهي بسيارية القراءات يتهين هند اك ديفيجن ما نعبا بشتي بسرمان بوين بشتي بسرمان بوين بشتي بسرماناتي هاتي بشتي بسرماناتي هاتي وابا هاتي ناتي دا بحسي يدبري هنجيا باشا اك آيات اكاتي والذين آمنوا سورة النساء دا آيات بينجو حق بل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أبع چد بيجيد قالي بينارا هنديك ييت إيمان إيناين وعمل صالح كري دوا كما بحشت دا أو بحشت كود جيريا ودا ريبار تيراد بورن آها او جوتك پاقش يعني جوتك پاقش او جوت جوت نگوتي جن جوت
وندخلهم ظلا ظليلا دوا كما تبنسي بلد عيدا دوا باشا إيكادي سورة النساء آية 122 والذين آمنوا وعملوا الصالحات هرقوت آمنوا هرقوت آمن آية 62 سورة بقرة درك نتمة إيماني أو سورة النساء آية 57 آية 122 بس إك ركن ما إيماني بس عمل صالح ببقردا عمل صالح أو ورجة شاكية يا تلقل مروغاتك دين ما يهاطي هكا باوريا ما قردا بيتشنكو لابد ما عقيدة كبيتن همي بشري لابد عقيدة كبي بس عقيدة ما يباقشة چكو پیغمبري صلى الله عليه وسلم چكو دي قلتي إنما بعثت بالحنيفية السمحة برخدي أسي هاتي ما هنارتن بحنيفية بس. يعني أو عقيدة باقش وسمحة أو سهل وما هتو صحبات تخوب كأك آيات فصلت جي يصيها آيات أحقاف يصيدها آيات بيستوبين سورة بقرة دسبيكا وان آيات أزبارن بتريون مؤمن مؤمن هذا بس يبحثي مؤمن أكيد مؤمن أما إنسان وين بجاري أما إنسان ساكن مسلم ومؤمن أما يبحثي كن جاري بلي بس بري بجاري أزبي بصياري بكم تشي حكمة إلهي بيش درس كرنا بحشتي وجهنم الرهاية يعني أف جان دارين ديتر بيش تدمرن تمام خلاص إيدي إنسان بلي. بلي شنكو إنساني إيكش حكمة رب العالمين يتقلق يتمازن سيدا أف مخلوقية شي كري بي خوشي ناقتيني بي خوشي تتقتيني هنك خودي كان عمري ما قالي بينا رو جهري ديف ديف هزرا خود التفسير كده تشتكي أفا جاري أسني قانا عم چم هنده تشتا بخينم بيجم آه فلان كاسي هو قوتي من قناعات هند بنينا هذا ساك عمي كان تحقيق هدف نو كرب العالمين أزي تشيكني أس حتى شاعرنا بجد الإنسان عبد الإحسان بوشي سيدا اسو سايت شيكين بخوشي ناقتي حتى ورك افج خلايا جسمي من سيدا لقمان خرت هاو جاي غذائنا بلي او عرضيكو غذاء بوتشيت خوشيك ابو مكرياتي داز بخوم خدي هيك طما دافي من تعل بداف خلايا بتهوار هوارتو مزود بنات هنا اذا رب العالمين هدف بيكو انسان كلا حش خوشيت كات وامد شيكين حتى بداد فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف نخوشية راحتي خوشية حزن حزن نخوشية بس بين فرايو وكيف خوشي خوشية رب العالمين خر منهجي خو هنارتي أزدي خر تشتا خو منهجي مو خوشية بوتاتي دا يا تحقيق حاجات وتحقيق وبجواكي الفيرجي تو انسان كي بس من عقلي دا تكل عقل ندا تو في برسبه خو تسقيط كسر از في برسبه خو تسقيط كم ايكش حكمه بو بحشتكو اولا مكافاه رب العالمين دا تعبد خو وخ مخلوق كي تشي كي حش خو شيت كد وبو خو شي تشي كي في حكمه بلي امتحانك كم كي ابو عقيده ما متهطني دفردا كاروانا كي ايكش مراحل سفره ما ام افريكي الدنيا ده برينو كالعرده كي دي بوين بشره وقاوه قوينا غا ام لهاطين الدنيا قاوه ام مري لچينا حياته برزخي قوينا غا اخيري بحشته آن جهنمه جهنم جي عقوبه وقرآن كا چو قوتي ام دي بحسكين اوه آياتت از بيجم جي سيده لقمان قابل للتأويله وقابل للنقاشة بس المجال مفتوح وقت بعربي بيجم مجال فاكرية جي بسياريا قرآن امري ما يكري ام قالك حسرا خوب كين چه دا اول يا ربي يقول تيت قرآن دا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هنقو خيرا هنقلق هزري تخوت قرآن دا واك أس عبدك أس محقي هاي تحقي هاي تحقي هاي بسياري بكي بشاري حقي هاي بسياري بكي بسياري دا غريب وعجيبش پیغمبري كرين نقو تيت دجمني خدي بگوی اول دفع مدرکتی قنات اگه دی بحثی هنده پرسا آرا هو برا اوید قناتی اوی قناتی دین نوید باشه ام دهین منهجی هدایت که قرآنه اف تهمات سروی قناتی آن سروی مرووی تا اویدی کش منهج خودیه نخیر کتو ایکی تهم که انیتا یا ایوها الذین آمنو اجتنبو کثیرا من الظن هفه منهج خودیه للتحقیق و برای مبدتا هنده بدتا پاش که خلکی گلگ ظن پینه با اوه قرد کفند بن پیکرنا دیفچونا خبری و اوی دی اوه منهج خودیه نارتید آیت دوازده سورت حجرات دا گلی بینه را خودی چید بید یا ایوها الذین آمنو اجتنبو کثیرا من الظن
قال اخو دير بخن شزريت خراب ان بعض ظني اسم عندك درستن بل حكى تحقيقه واجل سرتنا والله هر پیغمبر يقول هزريت باي جيبك بيجي قالك شو هزرا قلناهم ولا تجسسوا ولا خدي وقالك تجسس الديفچونه يقول ولا يغتب بعضكم بعضا وقالك بحسي كودنا كان قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما الغيبه يا رسول الله قلت غيبه كيشك او قران هندري ان قلت ذكرك اخاك بما يكره بس شو ملاي بريس قلت توب حسيب رأي خوب كي أواوي نابل قلت إن كان فيه ما أقول هكال دابل قلت إن كان فيه ما تقول فقد أختبته هكال دابش نكت غيبته وإن لم يكن فيه فقد بهته هكتا دافنا ببختي ليكر منهجي خدي واضحة حمي ركيد باش حمي تحقيق مصالحة شريعتي أعطي لتحقيق مصالح العباد سيدي بريس هر آيني تبخيني أنتو تيكفا دي بريكا كنا إيكا دي حمي بيجنا بحشتينا حمي تمنيا ببحشتينا إن شاء الله خربشنا بحشتي ما شو لابين جاري أفا فارتن تشتكي هو سأزبوتا تشتك دي بيجن ناما برادر هكي في رنجي قوتي كابراكي نا مسلمانا قوتي أفي بسياري السيدة إبكا حالي حاضر دنيا بترش 7 مليار مروفة لهنا مسلمان جي مليار و 500 هزارة حتى مليارك و 100 هزاران والقرى الإسلامي همي مسلمان جي تايبات ين شركي بخودت كن خودت شد كن ناچن بحشتي وش بلي وي چند جي إسلام پيش همي آينين ديوة نكفنا باش معقول أو بحشتا هم دمازن تني بو هندك مسلمان بتني بت أفمرو وين دي همي بچن جهنمي أو جالي أدب يجم إسلام كوين ترين دينا كورت شكو هند أخطأ عفو سيدة أمن بحسي الرسالة أخيرة كم بس أجدتها إسلام أقدم الأديان التاريخ هذا. شنكو أول بشري هاطي يعقل شنكو ما أوديه يعقل بيغمبر ويا. وهمي أنبياء همي أنبياء يب إسلامي هاطين. إسلام جي مفهومي استسلام لأمر الله نشرايع. أفا جاريك. ثانيا أبرادريت بجيتن مثلا بحشت جاري سيدة يا عزيز. تقولي ديانتا هاريك طبعا قرآن ما دم قرآن ما دام إيكش مبادئت إيكش ركنت عقيدة ما كو قرآن ما إيمان بها بيت وي قرآن هند تعاليمة تدا هند رنما تدا هند آراستة تدا هند قواعد تدا هند أحكام تدا إيكش شوية قلت يا ما الحقيش لا ربي خوبا بيجن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يدويتن بلا إيمان بيبيت يدويت بلا كفر بيبكتن أم دي بيجين برا وقال عرضا بيف وبيلن وأملي لهم حتى خوب ظالمي قوتي واملي لهم ان كيدي متين جاريش انت تشتا ظالمي فبا كيدا من مزنا يدي الدعوة قوتي بيلن فانا انبئهم بما كنتم عدك فانا انبئكم بما كنتم فيه ادي رجا قيامتي بيج مهنجو كاكي خلتكينا ام دي في صحبتي هيلين از بيج ما يزدي يزدي بيج تمنو فلا بيج تي جي جي بيج تي صابي او صابي اي بيج تي يسن هندوسي اوهوسا ما نقاط مشتركتين ام بيج فابجين ام همي برايتي كيشتي بيغمبري قلتي صلى الله عليه وسلم كلكم من ادم وادم ومن تراب درستا هنگو جواهی بله ام دوا خالا گشه کن ما هنگو عویده که بس ام بیجین منهجی می درستا اخیر نامه یا هنگ بیجین نیه می درستا ام دی جار پیگ ویجین ام برای تکین روش قیامتی به صحبت پلن پیوی آخو دیو چکو او اوامرت رب العالمین انت قرآن دل وقت دیانا تامه چی بیت هنگو جی هنده اوامرت کتبت خدایتا مرز و احترامت بانگو هی بس روش قیامتی خود تعالی او ما هنگو گهین تا ایک ات ایک خالا عقیده دا کو ایمانه بخداي يد بيجتمع در رجا قيامته بين قرآن ما جيوات بيجت ام ده هيل رجا قيامته ده چينه برسين برانبري ميزانه او دلويري بس ويره ما شو لشي كو دلينه چكو پیغمبري آيات قرآن هندن في مجال ده او پیغمبري صلاة و سبن هند مجال ده آزادية آزادية بيروزن قرآن ده و عزت رو نوش تمام امي چن حد چکو هنده تشگیری داینه بیرو باوره با. بس خالت ام گلگ ام بوچی گاوه زراره که سیدات کن ریجال دیگه نوکال ویره تمام تو کم از انا بوچی سیده لقمان باشی ماجی من مدویتن ام استفاده کیب کنی بل گلگ جارا ریجال دینت همی دیانتا دهین حکما دن جاری تو داعی تو نه قاضی تو دی گهینی حکمال هم بر آلی دیدن یه مقابل اصنو که وی گاوه نا از دی بس دعوه خوکم
دعوه خوب بودینه خوب تجی بودینه خوب که بس ازو تو برایت کین هک مصلحت که ام جهان دینه کیا منو تهاجی پی و ام هاری کار تکو دوبین ام دفاعش کو دوب کین ام برای پیغمبر ما گوتی پیغمبر تی گوتی بله روز قیامت اند بیرو بارت منن یتجی بیرو بارت تنه بس پیلن و پن قی هنگ خودی گلگ مای خود واشولانه کن یا گرین که و ازو تو برایت کین پیگ و بجین وی گلگ وقت مهندگ احکامت هند قرآن بین احکام تقیمی و که هندک زنان افلی دانن و هندک تین تعاملی یه تقیمی اوه دی بوتا دمن یاسین یا اوه تو امام قرآنی نه فلان کس بله. عقیده و یاوسا یاوسا بله وقتی تو چیل گل تا خوی مارسیل گل که تو او عرده که کن بن برای تا و تو دی عدل سر که تا اوش مدوید و میجی اوش تدوید جهنم و بحشت خما خودی جهنم و بحشت خما خودی هم نزانی چکو رب العالمین چند آیت رو دایه گوتی اوه ایمان بخودی روش قیامت تینید و عمل صالح عمل صالح از تو گلی کدوب کن شیوه بن آها ما گلکی مای خود ورکی لوا دو برکانی ما اخشتی حتی نام بسرمانا بگاوی چند فریق بسرمانا یعنی دی چی تا جهنمی و یعنی فاسقه و یعنی چند دا گوتی منه و فاسقه بسرمانی بسرمانی شرید خودی گلی بینه را دوا فیسبوکا دو از هنده تشتا نشرم کم نترسم غوا ما قناعت اگر تشتی که هبید بلی از وید فتنه چی نبم چوگو او کتابا من ایمان پینا یه گوتی این الفتنه أشد من القتل والفتنة أشد من القتل إن الفتنة أشد من القتل هكما فتنة كان خراب ترش اش قتلي بوشي چنكو قاتل چه بيت ايق بيت بس چه بيت اوه دهبن و چه بيت النبيان يا بردوام بيت وقرآن بحث النبيان يكره الشيار بالنبيان يقال اي نهل كره حتى في قوة والله تو اوه فاسقه اوه چش دینی نزان بلا 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 درسته بس کانی من هجی قرآنی ورد بشید تو اوسا تعامل جاره بکی جاره درسته بس اوسا یا سیده برس اکه اوسا بید سیده برس جاره ما اوسا نبید تو خوده ما برنامه که طیبت سرنده های ام دل سرنده سکنن با انا هیا خوده مسئله حواری که اسلام چند تکزیل حواری کد بس جاره بسرمانک هر انسانه که تو همکت فسقی توی فاسقی توی حوصای توی اما دی بوی زورید هکی اوسا نمید و هکی اوسا جی بیتن او نقاضیه و تیکی دید دیف چونی بکت همه هر دو منهج خوده هم گره جا بیم منهج برادر اکی دیگو تی قرآن مناهج هاتی منهج خوده دانای باش مجی ایمانه بس قرآن جاری و نوده جاری قرآن گو تی منهج جیانیه قرآن منهج جیانیه دستور جیانیه اتما با دعا هاتی بتفاصیله و اکی از تعریف ها منهجید کم سیده علاقون تعریف منهجی همه بس فکره دی منهجی که دانیم تنی کامل بیت آن تو بچیر نو دو که قواعد که آلیا تو که آویدی اره هندی اف علومیت هاتی نید که تا دراسات شریعی پیول گرتین او خر خود دانا بون علومیت لغتی خود دانا بون علمی حدیث خود دانا بو پیش وقت دانا بو برا برا باش رجاءن قرآن منهجی که گلکی پیروزی تدام دام القل سر بابات خمینی جاری ملا رواه الامام مسلم في صحيحه يقول عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار أفرمو دي تشتقهين أفرمو دي جاري أمن يعني جاري عربي بيجي عربي بيتن بكردي بيجين بلى بيجيتن ظلامك هذا دف پیغمبر صلى الله عليه وسلم تایت اینان اجیوه تن شرح کم پاج ببینه را بشم هادا در پیغمبری گو او چه تشتن تواجب دو تشتن تواجب گو تی تشتی که واجب علا اساس هر خود تعالی واجبه حکی که شریک بونه چکرین بتا بحشت و حکی که شریک بو چکرین بتا آکری اف حدیثه یا حاطی ادی که دیجی اینم حدیث معاذ بن جبل بیشت از گل پیغمبری بوم صلاح سبن صلاح و سبن گو گو تمن یا معاذ تو زانی حق خود لسر عبدال چیه و حق عبدال سر خود چیه گو مگو تی خود پیغمبری زانی یا رسول الله اسم عربی نامیشم دا وقتی را مد کرد گو تی حق خود لسر عبدال شریک آبا نچیکن او ی عبدال سر خود بتا بحشتی بس اینه گو تی یا ربی از چد بینی یا رسول الله از چون بیج من خلکی وی مزگینی بدمی او حسب ما ورده فی السیره و فی کتب الحدیث گو تی نه دی گلک هند مزگینه دی خو گلک خو هل نب پی بی هنده ده تکال نا چی بید من برام ایجی همه تو بیشی پی بی خوده بو چکو منهج خوده متکامله رحمه رب العالمین بو چی موت تا غایت به حشت دا اب چمت دا چکو از مخلوق اکی موسایی چی کنیم حشت کن بله هنده که امتحاناتا
دم تیرا در واسکت امتحانه ایک شو امتحانه بیت عردی آواکم عرد آواکرن تخزمت خلکی دا بیتون قرآن یا گوتی پیغمبر خود صلی اللہ سلام وقتی واد بیجید معنای چیه؟ معنای هکی از وی بکم پیور و قرآن بکم پیور اول چند بحشتا سهل کری و عقل اسلامی و مبالا چند زحمت خستیه و نمه رجال دینت بسرمان آوید منو ویریک بید خودی خویت مسیحی آجی خودی خویت برایت میتی زدیش خودی تعالی گره که برحمه اف پیغمبری تاتین اصلا نیت هاتین دا سمه سوکن نه سمه گران کن چکو مگود حتی و یضعو اسرهم والاغلال التي كانت عليهم هاتنا پیغمبری صلی اللہ سبن دا اف بارد گران سرملی تنگو را کد و او قید تنگو خوبی قید کریش تیعمی گوزی و کتن چپری دا نخیر اوه از ویره نارابو ویره راب قید خوبی که هره هره خود تعالی تو بو بحشت یه چی کری او چاکی اب تجید دا تکرین فاید مروایت دا خوشیه کاتی دا خود تعالی بحشت علمایت من گلک گلک تشار آزاوند باره جدا جدا دا وقتی هم دا جارت بیجین لزوریل گوتنا به تکرین و اب خوی گوتی مناهجا به تکرین و اب خوی گوتی بلی علمایت من اقصا ما یمکن یاب کارینه که بز دهند مناهج و ضواتا بید تحقیق و مصالحا بید چونکو هدف و شریعتی اوه سیده برس نوکا بلی هم چنا پسیاره که دیسته پسیاره خو مینم مثلا شرکی او شرکی نه یعنی علامتا که ببر ربو چونه بحشتی و جهنمی أنا؟ أعرف والله. يعني بس نمعنى إنه مشرك سيدا بس الفراعة. بلى. قال يقدر بيجي تقول أبى رمي إيمان أبخدي هيك وشو الشريك نينا ويدنيا. بس نحن في جاتكم من الرجيات قرم. من الرجيات قرم نعيدت كم ودي حقي وياها نخم نديه تعذب ده. من أبد. بديش تبحشتي. من أبد في أمينة سروي. تبحشتي. ما هكام جهشت ما قلت لك. حقوق إخراج يستين تبدا بحشتي. شيخ شيخ هكي بظن ما هل سروي شندي هكام مدامها بيام جهني. بلى. جارب كرتي ملا ما بكورتيه بعد فيدا بتشم بسيارة دي ترى مؤمن كيا ومسلم كيا برا مؤمن أوى إيمان بخدي تيني تب كتاب تي تيني تنب بعمر تي تيني تنب قضاء وقدر تيني أول دفع بسرمانا بس بيجيري أوى وقت أوى من هجويت كتاب دا وام بيجين كتاب كويك شو كنتي ما نما قرآن هندا من هجك تدا شريعتك تدا تعليمات تدا نصحات تدا هكما بيجيري بكر أم دمينا بسرمانجي همي مؤمن همي بسر همي مسلم داخل مؤمنا بس همي مؤمن نا مسلما همي مؤمن همي مؤمن نا مسلما شوى يعني دي في منطق قراني إيه؟ يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه يا قالي خدان ايمانا شكو ما قلتي ما هي عقيده وشريعه عقيده او بيرو بار يتب خدي وبملائكته بحشت وجهن آخرته منه وبقضاء وقدره و هكام شين بيجني معنوي سيدا منه بس كتاب و پیغمبرا ملموسن چونكو كتاب مديتن و پیغمبر جي مديتن منه هاتنا كتابه ایک شروع كنت عقيدة ما منه و كتابه تعاليم اتدا سيدا منهج جيانه اتدا ضرر بره ما يجي داب باش همي مؤمن التزامه بوتوا اويدانان كن چونكو هكام بيجين بلا اگنه بیدید تف تفسیرش که وینا قرآنی گوتی کنه جاره هنی نه خلف تو هنده جاره حضرا خوب که مؤمن همی مسلمن چد بجنه همی مسلم مؤمنن بس همی مؤمن چد بجنه عکس هاوه یعنی بگاوه اس مؤمنم من ایمان و عقیده و دفمه بس پیگیریا حکت و لیب چی ام همی پیگیریا بقرآنت که این بسرمانت ما نظومت ما تاریخ ما بسرمانا همی رین ما بچه مؤمنه بچه تشتی مؤمنه اولا عقیده مؤمنه چونکو مؤمن باوری باوری بچه بینم باوری تو دیب اشهد ان لا اله الا الله که خوده که و ان محمد رسول الله که خوده هنارتی پیغمبر هنارتی و بکتاب هنارتی اوه مؤمنه اوه یعنی اوه مؤمنه اوه وقت باری معنوی عقیدی سیده بس وقت بگیری منهجه که جیانه ده از بگیریم پا تعالمت من قناعت پینای اوه اوه بلکی باوری اپی هی بس جیبه جنه که جیبه جنه جا بری خده لو ام بیجین یا سهل بعد جیبه جی کرن هندک همو تو پادکا خوب دی بیجی از تحقیق نان کم دی ضرر الایمان بی سیده لقمان باش سیده برس از دی بیجی بجم تب کرتی از بچم گوتنه که دکتور محمد راتب النابلسی جاره عبادت شعائری چنو و یت تعاملی چنو چونکه اواج دست اواج ریا کن بو چونه بحشتی دست خوش عبادت شعائری گلی بینرا روژیه نویجه حجه سکاته أبا شعائري أبا شعائري تعاملي أبا تعاملي تعاملي أوايا وقتي أزو تل تتيا ميفان داريا من
از جای خوب دمتا، وقتی حقیقی تر سر میبید از دمتا، وقتی تو کتی تنگاوی که هاری کرده ده خوش مروی تعامل. صد و هزار و پینج و چار جارا بحث اخلاقیات های حاطید قرآن دا، صد و سی جارا بحث اویدی های حاطی، بحث ایمان و اواتشتی توسایت حاطی، عبادات های حاطی، عبادات اخلاقی نسبه چنده؟ صحکی چون کو جیان پیغمبر رقمی ملات بشی دوباره کی بشه 1054 جارا بحث اخلاقیات و عبادات اخلاقیات و اجتماعیات هاتی اف چاکیت القلم رو بات کی خانه 130 جارا بحث عبادات دیت هاتی الشاعری الشاعری یعنی انا في ایمانات و عمل بله بله بل. تو بس ولا في فرق بک لو پیغمبر گوتی الدین المعامله الدین المعامله نگوت الدین الصلاه باش دي دي فرقتي الدين النصيحه نصيحه الكيت تاكرن سيد مروه منا اري ام دي غوتارا وي اخونا پیغمبري صلاح سوي كاين مقياس ومعيار وميزان همي غوت نت ما نصحت تام كاين دعوه دين تخلي نصحت نصحت انا غوتن انا هجومه هكا هجوم بي او نلدي في منهج پیغمبري صلاح نصحت بت نجام دي قياس كي ضامن هكا الدين النصيحه قلت بو كيجي قلت بو همي مرو وخو حتى ام تدقين نصيحه قران منهجه كنار بو نصحتي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دو ركنت منهجي وعظيه دا قوتن ودعوه ايك حكمه تعقلي بدا شولي كاكيش قوتن يا قوتني كيش يا نقوتني كيش مصلحه دا كيش ابا حكمه يا دوب نصحت بجا بس ام دي واكين معيار هاتيش ما قوتني قوتارت ميت اينيت قشايت كي اوجي بلا ساكني هكا مقياسي بي بيتن تو فايده كي تجيني خلقي ديف ديني خوتشي ام بصرمان هكا افهر دك تحقيق منه بس هكا خبر بنو قوتن بنو انا منهجه انا نصحته او فساد و تقدان و دبركي و خلاص. ملاي برس. يعني القري ابا شعائري وعبادات شعائري وتعاملي. دكتور محمد راب تراتب النابلسي بيجد اجر عبادات تعاملي بدرستي نهين كرن عبادات شعائري شو السنجي خونينا. رحمة اخذ محمد راتب النابلسي بيتن. شنكو مروك حكيمه هي عاقله. هي ساخه هاد بيجا. اسونو. ما نازوت. رحمتها رباشا. علي والله برا. كي قال بين امنيت وبشيت خذي دفاع تصم رحمت عمد خذش تعزيم رحمت خذي الوي بي تو خذي وي وقتت من يجي بنت ابن رحمت اخو وقتت اخويت يعني من قالك جاره من قالك قوي خونا داي بشي كي تبي تجي نخاني بس وقتت اخي مر وقتي هندي هذا واستهداف ومصلحه مرو بيت كاتن سر اخ ناوي قال لي بنرا نو كي افن ويجا ام كاين قران يقولي افن ويجا بري تشدد تباش الفحشاء والمنكر اخنا ايش يعني مش سنگي خوني نه كه تو نويش كرب درسته قبيله و چي بيتن درجهش خراب كيمتر و چي بيتن تو بسوجيت اگيري چي گوتا مافت خارين بلا تو هر نويش كربي بس دي مافت خلقيش تازه خودي كيف اخويا ما شو بس بر خدا منهج خودي بس هكا اف نويجه تو بشي اقامه الصلاه اقامه تو نويجه راگيد راگدنا نويجه چي يعني تو بشي كان نويجه خدا نویجی چپ تدایه کرن اول رجا نویجی لازم اگوت نید کرید و منکر و تراستا مروادا چند دیشمت شین ویب کیم کن نویجاوی دهه تل بنوی تقیمی یا خود گوتی تا نویش را گرد آج بهند او روژی عین است اف روژی هم چینه مع الاسف شدید اف عبادات قرآن گوتی هکا بس ام جان شرح کم حکمه دس خلق بیجید بابا خو عبادات قرآن جی گوتی لازمه و رجای فایده بگیین تمرو با تو دی چه حجید بیشتا تا ویتن آخنید کرید و زحمت الکسی نده حتی از بوتب درستی قبیل کم زکات عینا نو ساویتن تو کسی نیشینی ویتن لا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذا خوب صدقه وقتی تو دایی که کرا هکه از تمام تو داشت برسا مرید صبای زنگین جیوی هکر خیر و خیراتت منبانه قرآنات بشته ده تکیر حقیقتا هکتم اذا و طعن دانان مقاول تیشا تو بو خلکی باش نبی ابدا یعنی سنگاخو و هنتنینه تو دی چید بی پیپ چه بحشتی بس حتی چی دیگه لک انگیس تکرن چون گفت بچی تحقیق خلکی خاری نو که اول گفت اس روزی کنم سیدا تو پاره خلکی بخوی او نویش کرد او نویش کرد حاشا تو نوایی بیجی او نویش کرد دست خوش تو غدرب کی او نویش کرد تو کشتنی بکی او نویش کرد با محکمه با چه دانه ما ما بس بو اول عقیده با بس بو اول دین هم بس بلی کسی ها نگوت یاد بس بو منا دانه نو که عقوب دنیای بو منا دانه ملای برای سبب سیاره کچه که مزانم کادی چه عقل تجربه مالا تو بیشی چونه بحشته بسانه هیه بس کابره که گود
ملائكي قوتمن بله يديك خوج يديك ويجي سلبت عبادتي وي نقبيلا بوزانين ابا چند ديكا مش مش من سل ودكم هناك اشنابت مدام قالك نمايا ملا سبب خدي جاري ها اك ابشارك اوصاش بجاتك اشتجات يا كرن قران يا جهشتين بريكا ودي بس بري خدبر يا اخو دبي او ملا وازك خان بو خدي جرازي وازك خان بو اكي بخوا بشارش مكل شيكه نفسي في بسياري نفسي بسياري إيه شو كنا مجا قالك تحاضر بوين وتمن راوستا راوستا مالا اش راوستا برا حول مساء اتشبكم بس بلا خده خطر يابي تشتي قلت ما اتشبكم وموتي بو قلت فلان مالا يقول تمن مادام ديكوتا اشتا صلى عبادة لنينة لا حول ولا حي مجي قلت ايه من فجا من از باشنا من قلت دستت مالا يتخوش من يعني ديكوتا اشتو ديكو خو عاجز كي قلت نا والله قلت بس اتشم قلت اخوهم قل من اخوهم مو دجاري بو تا بيشم تو دي ويتن گوي خو داوي مالاي چي دي كو خواش كه قزدوي بي اوي گو سيد نه گوت تن گوت ني ويجي تلي بلكي گوت نه مالاي مجاز بت مالاي دي ويجا مجاز بري خدي بس عندي مجاز هند تشت خطر مجاز بو چت تب كاري نه سيدا تو ادي ويش من چتر زاي مجاز تو تعبير كي بي گيني مانه بس هيك تعبير خلد بيت لازم گالك خطر اوا ادب بيت نو شن نو دا مو گوت براي عزيز بيت تو گوت سيدا اس ياش مصلا هدي چم قال تاخو مي قال من اخو مجي قلت سرات اشتكي اشتا صلا اينا قلت بخدي بس از جدابي مو قلت افوت بشم تو دي هر روچي و تو هنيل قال تا اخو ميشي بلا عبادت تعليا هشيار بي جد قلت من والله قال لي منال و برا بعد ني جاهل مخت مجي قلت قلت هذا ني جاهل كره مجي چان ني جاهل اشكو بيت هرش خويا هرش قلت من نفسه اه بري خدي عواز على مو برا عبادت تعليا بس ويتن تو دايكا خو عجز كيش تا سل جي بيتن هنده تشتا مع عيباء اكي دايكا خو سل بيت كيف اوي هن تال مونگو تو دي هر يا عجز بيكو تي جداوي صبر اوي ناهد درسته و دي بيش ميوي دايكي جي فجابو تانا حق هنده او اخو اف خود هنده مازن دايكا عزيز ام حتى يوري بي امر يويد كين بني يا ربي ما بغفرين بيشتي قد غفرت لك باشا تبوشي لنا بي مانا تاجي بشي بحشتي تجي كوري خو عفو بس ساكيني بيك فا دست خوب سري دامينا او جي چه نابيش ديكا خو صلو بيت سيدا برس قالك جارة يعني خاصة باري نوزا كاچند اساس بوي صحبتي هده بشتاتا حكا ديكاتا ان بابتا گردانا تا آزانا كت باري هود كوتن بلا بلا تو ناچي بحشتي ماني بتي جهشنا من هجيه بو قراني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال حديثي تاين فعلا هكا من عقوق الوالدين شيء انتو زحمتي اللي بدي تو حقی آب خوی، تو بقطی، تو چاوی خونه دی، اوه نی نجوی به اخلاق در حاشا یاری مو بینه رخ تو کسر وی کلمه سکینی آزا و آزا برای خدی، دیگه فلان کسی لی پیجا دا بله بس بوشی تیگه هشنا درست باشه، دیگه که هی دیگه که هی کوری چلی نکیری، همه آقام نخوشه والله هر اگر دانوتا نازا اره تو خودی که رب العالمینه مادم العادله یعنی دیگه خودتا افادات دیگه ما فن هكا وي ما فتا خار بن قلت نازا كي وبالمقابل تو قنجيجي لنا كي تشكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نما قلت سي جارة بسيارة جي كي قنجيل قال كيف كم يقول دي قال ديك اخو قال ديك اخو شتي كسيه بو بر خدا من هجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تشكو ديكي قال لك زحمة في مرة بري سيدا مين تن مرغا دي كان بيشتر مثلا دي خو كما شاء متشقو سيدي ناكر الدفاع ازيبو باجم ازيبو عيد هكا قلت من قردم المداد خدي تو انا حقي بس هر چه نوی چکو قرآن چه گود و این جاهدا که علا ان تشریک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما هکه خود گود تواره شریک بو خودی چه که و سر زمان لقمان حکیمی گود این شرک لظلم عظیم شرک هنده ما زنه تو بجی خود شریک که هی خو اف دی بابا بجنه تواره شریک بو فلا تطعهما بس دی فراغوت و صاحب هما فی الدنیا معروفا دنیا دا گل قد جلب که بلا مشرک او ایک او ایک او ایک سیدا ری نشان دارینم تو سحكي كاتو غادري ليت كي وديك تجي سحكي خو نو تجي او جي بحشتي ما نهاري كي فضلك ما نام جي دايكين دايكو بوب يجين وام جي كرو كيتشن جام بمرو فخر ما نه بل سيدا ما اف بسياره بالي نو كاك بس وك بير انين تشكي از شما بسياره كا غري دايوي مؤمن كيا مسلم كيا ما هندك بحث كي او ما قلت بل او ما قلت چن درستكو مسلم حميد چن بحشتي مجا سيدا بالي خدي بقاوي مسلم يعني هكا تو بايبا مسلم بيني شرح هاي دوشتا استسلام خو رادست كرنا رادست كرن خدا رادست كرنا چه خدي
خوده شريعته خوده برا خد آياتك القرآن هاي سر محكمة وقت دو ببصرمان عجيم على العالم وقت إنك تندف پیغمبري هنك حاكم پیغمبر حاكم بيت وهنك قضية كأخو يا قانوني بندف پیغمبري شريعته هاي دي من شد بشتي هندك هابون نت راضي ون قرآن الفيو تاريجي سر شنا راضي ون سر نا راضي ون خواه حكم تكر مانا يقول قال شنا محكمة ما محكمة قال سر در انجام حكمين راضي آها در انجام مانا استسلام مانا خد القرآن تقول قلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أسربتك يا محا إيمانا وكامل نابد حتى تتكن حاكمنا براخو تقول إيمان دارا تو ركنك إيمانا وي تو يهاطي تبكن حاكم شريعتي مجي ركنك إيمانا وي وقتي تو داري بيتراني وتقضاء كر هكي خسارات بيت راضي بيت إيمانا وادي كنجي كامل بيت حتى خورا دستي شريعتي خو پیغمبري بكتن صلى الله عليه وسلم همي مجالات داجي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج خوب بنتان يكي جلد افخو خوب كربان جي نهل جديد ويسلموا تسليما جارة قد بحثي استسلامي كر خو تسليمي حكم خود بكتن الويرا قالك دي مواطن دين مسلمن چوا مسلم استسلام يتراضي بوين حكم إسلامي هكال دي فايوة اويدي يتراضي بوين مثلا شتي فلط شتي مسيحية نجرانه نانا ده پیغمبري قوتي بما وليك بنيره بل إدارة ما بكت يعني أس حكمتي الرازمة بس معتقداته من معتقدات تخوين بس او شريعته بو محمد هاطي قلت بلا او سديني خوبن وسر رجاجي مونال ده والوي مزقفته پیغمبري وهربو ببابت سياسي ها بس و هاد بون و پیغمبری ولک و دگوتشی نویجال کجی جان بس سدا من از دی گوتنا که الشیخ ابن باس یاد فتای نور على الدرب دهاتی نور على الدرب یا هی ان المسلمین جميعا سيدخلون الجنة دور فيا هاتي بشت من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فإنه من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق وهكذا لو فعل معاصي أخرى كالعقوق والربا وشهادة الزور ونحو ذلك فإن العاصية تحت مشيئة الله إن شاء غفره إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معاصيه إذا مات غير تائب ولو دخل النار إذا مات غير تائب جهان يعني خد توبة جينا كان إذا مات غير تائب معناها كتوبة كرها ما هو جايبينها هو جايبينها ولو بشت ولو دخل النار وعذب فيها فإنه لا يخلد بل سوف يخرج منها إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص خدي سيدي اس حاسك من البيشوفيتا تو هما شارجك وبشارش منك مو بينا را بيجي ما كردي ابك كردي بو تشي شو قالك افتاوا مدام ملا بلا انا في جماني فيت بيجي انا قالك انا شيخ بن باز شيخ بن باز شيخ السلفيين قطبكي بزره قطبكي رحمته خدي لنا مويا شهر دو چواجی کوره بو هر شش کتب ها که ازی خلن هر شش کتب صحیحه و سد جیج برون وش بلی قرآنش هكي ازی خلن بس من هو صعده گد گود نوی بیجه چون بیش من مات على التوحيد يلسر توحيد اكو بيجت خده ايكا خد ايكا و شركي بخده ناكد فإنه من أهل الجنة خلكي بحشتي خلكي بحشتي هكا بخوز ناكر بد و دزي كربت ومعاصي كرمن وقتت عقوق والربا ما لا تشمن عقوق عقوق داي بابا داي بابا يعني خو يقولي هكا قال لي بنرى هكا بمري ستوحيدك وبيجي تخديك بحقي هي ويبشرك بها وال وعبدين يجي وسيله كي نداني بما بينه وخو اما مباشر عبدين ياخذ هذا عقيده ما بصر معنا وبيجي تن شد بيجني شريكه بخدي شنك وبيجي تن افا زنايب كات زنا كاربين قتل معاصي كربن عقوق ربا شهادة الزور بجيت أفاد قدر وهيت عذاب دان وبشتين قديش جهنمي دار كوي سر مشيئة الله تعالى دينت اللي غفري بلي قرآن يقولي أزد حما فاسطينم بس أبي بلي خدي چند متساهل بعد غيره دا خد رحمتا خد اللي بيد يد بجيت انفجاد مين تلدي في حزا خده هكا خدي فياد عذاب داد خدي فياد بتبحشته بس خوب مين تت آقري دا لن يخلد فيها لن يخلد نامين يدي عذاب وخوبة تده هر دم نابت هر دم نابت ودي در كويت اوه خريا والقرتيش قرآنه خريا والقرتيش قرآنه صد صدشتي أخفنا ديف آيات القرآنه صد صد وصعب
يعني من قال قوتنا الشيخ رحمته خدي لي رحمته خدي لي الشيخ ابن باز بوشي امام علي قوتي او فقيها يي بو خلكي سهل كات نقولنه هي خلات نجحن نقولنه هي باشا فامل الهمبربي ان الميزان حق ابا تشتشت داست خوش ایک شروع کنید عقیده ما رجا قیامت ها رجا قیامت ها چطی تا تیتا کننگلی بینه را و خود تعالی چند آیت آدم مگود یه گوتی از هر دو رکن ایمان الدف که بن مجال هی او چطی به حشته سیده لقمان ایک شوا قیامت ها قیامت ما های دیم هینه حشر کننگلی بینه را بس قیامت میزان دانن و نضع الموازین دیگه لگ میزان دانن و دیگه نه خیرات داشتی مانه؟ هنگ خودی کنه وقتی میزان دانن یعنی یا دو سره یا دو چنکه مانه سیدم نو که بگوی میزانت می دنیای تو بچه دف قصابی دی بوتا آسانی که تا رخه کی دا کلوه که دونه رخی دی گوشتی تو بچه دف برنج فروشی هر آسانه مانه اویت الکترونی جیت هاته باز ویره خیر و شرن میزان دانا دی خیرا که تا عرده کی دا شرا که تا عرده کی دا اوه ایمانامه عقیدامه چه دو بجید قرآن؟ فمن ثقلت موازینه هچی میزانی توی گرام بون یعنی پارسنگا خیرا پیچکی هاتا دا کشان یا گو نه پیچک بلن بو فاولائک هم المفلحون اوه دی فلاحی بین چنه بحشته چه بسیاره یا اوه ایک قرآن چه دو بجید سورت زلزله دا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هندي مثقال ذرة هكا تبشيت ناف فيزيائي دا سيدا سيدا مدام قال انا معا اشارة دا ذرة اصغر قالب مادية بل لوي سردمي مناهج نبون ديار كان ناف ذرة دا كواركاتو الكترونو وحدد الكترونات مايز الكترونات ونيوترونات آه. بل قرآن اشارة دا كو ذرة هي اصغر قالب مادية يهن شافنا هتا ديتن هي هندي في خريب كتو شرد بيني تنو تهنك سيدة برس ما مستمع الانوار كان يباسكي سيدة برس بلي خاطر خوش مهوانا بخواز مدفد ببيني ما بيراتا قالك بسيارت مهاتين خلقا بيت بانا هي خودي ام دي بسيارت بينا راجبت ان شاء الله ما جيشيان هابنو ام تيب جهين دي جابا دين يا ما نزاني دي بيني ان شاء الله بينا رجا قالك سفاز بواجه كوش دس بيكي تانو هو هين تماشا وانين بابا